أهلا بحضراتكم معنا، وبنستمر معكم في نظرة أكثر قربا للتحديات الإقليمية والدولية اللي بالتأكيد بتلقي بظلالها بقوة على المشهد في نيويورك على خلفية الانعقاد 73 لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكيف تتعاطى المنظمة الأممية مع هذه المخاطر المتعاظمة اللي بالتأكيد بتحمل أكثر من محور. ربما واحد من التحديات المشتركة اللي تكرست من خلال ما تفضل به القادة والزعماء المشاركون في هذا المنتدى هي مواجهة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وغيرها من المظاهر السلبية اللي بينظر إليها أن هي حجر عثرة بيحول دون تحقيق الجهود وتتويجها، اللي بالتأكيد يؤمل أن هذه التعاطيات ترقى إلى جسامة التحديات التي تشهدها المنطقة العربية والشرق أوسطية بل والعالم كله. بالتأكيد كالمعتاد الطرح المصري وكلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت جامعة ومانعة أيضا، ونظرة عميقة للواقع الذي نعيشه حاليا والمقاربات وما ينبغي عليها أن تكون في هذه المرحلة. كثير من الملامح الوثيقة بهذه التحديات وما يجب أن تخرج بهذه الاجتماعات من نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية سوف نقترب منها بشكل أكبر. وبصحبتي في هذا اللقاء دكتور سعد الزنط مدير مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية وأخلاقية الاتصال. أهلا بحضرتك دكتور سعد. أهلا بك يا أم، أهلا بك. بالتأكيد حضرتك ليك أكثر من وقفة لما غلب على كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وحرص سيادته دوما على إرسال كثير من الرسائل ذات الدلالة الكبيرة جدا للعالم المحيط به، سواء فيما يتعلق بطبيعة ما يحصل في مصر وأهمية يعني أن تكون تعاملات الدول على مستوى العالم مع المخاطر المحدقة بالمنطقة العربية تحديدا وبمنطقة الشرق الأوسط، نحن نكون قدر هذا التحدي وقدر هذه الأحداث المهمة اللي بتحصل في هذه الفترة. قراءة أولية لحضرتك دكتور. شوفي، المهم جدا ان احنا نحيي السيد الرئيس، لان هو عنده الوعي الكافي بانه بيمثل بلد عظيم زي مصر. ده مهم جدا ان انت اللي بيمثلك يبقى عارف قدرك وقدرك ايه. عشان كده الكلمة بتعتبر استثنائية، ودي مش المرة الاولى بالمناسبة اللي الرئيس يقول فيها كلمة قوية جدا كاشفة. يعني انت هتلاقي الكلام اللي قاله فيه كتير قالوا زيه أو قالوا بعضه، لكن عشان سواء في الجلسات السابقة للجمعية العامة أو في منتديات أخرى محلية ودولية، صحيح؟ نعم. لكن إنك تبقي في الاجتماع الكبير ده بتاع الجمعية، العالم كله موجود والعالم كله بيتابع سواء كانت حكومات أو شعوب، وتقولي اللي اتقال، سواء كان الكلام حوالين الانتقاد الصائب جدا على منظومة الأداء في الأمم المتحدة ومنظماتها، على التنمية المستدامة ضرورة إعادة هيكلة منظومة الأداء الاقتصادي العالمي، أو إنك تتكلمي في بعض الملفات الأهم زي الإرهاب، زي العلاقة التي يجب أن تكون إيجابية وممتدة بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، إنك تتكلمي كمان في إن احنا مش بس في خلل في اداء الامم المتحده، لا، انت الاساس القيمي او الاخلاقي اللي قامت عليه الامم المتحده من البدايه من سنه 45 لم يعد هو المسيطر الان، لا هو القانون، لا النهارده بقت الهيمنه والبلطجه والضغوط السياسيه اللي بتمارسها الدول الكبرى. الحقيقه كلمه السيد الرئيس في تقديري هي تاني اهم كلمه قالها من 4-5 سنين لغاية النهاردة في هذا المجال الدولي. الأولى اللي مش هننساها أبدا في مؤتمر الرياض لمكافحة الإرهاب، كانت كلمة صحيح. قوية كاشفة جدا، وكان لأول مرة حد يتكلم فيه السيد الرئيس. النهاردة برضو لأول مرة يبقى فيه كلمة قوية وجامعة واحتوت تقريبا على كل المبادئ والأسس اللي احنا بندور عليها، مش احنا كمصريين، كل المظلومين في العالم. والمظلومين في العالم تقريبا اللي مش مظلومين هم الخمس دول اللي في مجلس الامن، وال 194 دوله الباقيه ولا ال 189 دوله الباقيه
كلها مظاليم. والحقيقه زي ما حضرتك بتقول، اللافت ان هذه الكلمه للسيد الرئيس اتسقت مع كلمات سابقه في الدورات الاربعه الماضيه اللي شارك فيها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، او في حتى كثير من ما تفضل به في خطابات لي سواء امام الشعب المصري او في منتديات دوليه صحيح اخرى اقليميه او دوليه. ودايما يمكن القاسم المشترك يا دكتور سعد التشديد على اهميه استعاده الدوله الوطنيه، ده هيكون المحور اللي جاي اللي هنتكلم فيه مع حضرتك. لكن اسمح لي ان نرجئه قليلا لحين متابعه هذا التقرير، ونعود الى حضرتك مشاهدينا الكرام من جديد. على مصداقيتها رسائل عدة بعث بها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته أمام الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ركز خلالها على ما يتعلق بالمنطقة العربية. الرئيس السيسي قال إن المنطقة العربية أكثر بقاع العالم عرضة لمخاطر تفكك الدولة الوطنية، لافتا إلى أن الحفاظ على قوام الدولة وإصلاحها أولوية أساسية لسياسة مصر الخارجية في المنطقة العربية. لحديث عن تفعيل النظام الدولي إذا كانت وحدته الأساسية أي الدولة الوطنية القائمة على مفاهيم المواطنة والديمقراطية والمساواة مهددة بالتفكك. السيسي قال إنه لا مخرج من الأزمة السورية والكارثة التي تعيشها اليمن إلا باستعادة الدولة الوطنية والحفاظ على سيادتها وسلامة مؤسساتها وتحقيق التطلعات المشروعة لمواطنيها. وشدد الرئيس على أن مصر في طليعة الداعمين للحل السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة في هذين البلدين الشقيقين. فلا مخرج من الأزمة في سوريا والكارثة التي تعيشها اليمن إلا باستعادة الدولة الوطنية والحفاظ على سيادتها وسلامة مؤسساتها وتحقيق التطلعات المشروعة لمواطنيها. ومصر في طليعة الداعمين للحل السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة في هذين البلدين الشقيقين، وترفض أي استغلال لأزمات الأشقاء في سوريا واليمن كوسيلة لتحقيق أطماع وتدخلات إقليمية أو كبيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والطائفية. السيسي أضاف أن ذات المبدأ ينطبق على ليبيا التي تطلع مصر فيها بدور مركزي لدعم إعادة بناء الدولة، خاصة فيما يتعلق بتوحيد المؤسسة العسكرية لتوفير بنية قادرة على الدفاع عن ليبيا ومواجهة مخاطر الإرهاب. ولا يجب أن ننسى أن عاما قد مر منذ تبني مبادرة الأمم المتحدة للمعالجة الشاملة للأزمة الليبية دون تحقيق تقدم في تنفيذها، وهو ما يستوجب منا تجديد التزامنا بالحل السياسي كما تضمنته عناصر تلك المبادرة. موقف الرئيس السيسي كان واضحا جدا تجاه القضية الفلسطينية، حيث قال إنها تقف دليلا على عجز النظام الدولي عن إيجاد الحل العادل المستند إلى الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة والتي تضمن إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية ومرجعيات الحل العادل ومحددات التسوية النهائية، ولا مجال لإضاعة الوقت في سجال بشأنها. فالمطلوب هو توفر الإرادة السياسية لاستئناف المفاوضات وإنجاز التسوية وفقا لهذه المرجعيات. وسأكرر هنا ما ذكرته في سنوات سابقة على هذا المنبر من أن يد العرب لا تزال ممدودة بالسلام، وشعوبنا تستحق أن تطوي هذه الصفحة المحزنة من تاريخها. السيسي أجمل أنه لا مجال لحلول جزئية في ليبيا أو سوريا أو اليمن، فالأزمات الكبرى تحتاج لمعالجات شاملة وليس لحلول جزئية إن أردنا تجاوز استنزاف البشر والموارد والبدء في مرحلة البناء. وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم من جديد، ولنأخذ جانبا صغيرا من كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي بتعبر بشكل كبير عن العناية الفائقة اللي بيوليها السيد الرئيس لأهمية استعادة الدولة الوطنية، كما أسلفنا مع دكتور سعد الزنت قبل ما نخرج إلى هذا الفاصل الإخباري. تفكك الدول تحت وطأة النزاعات الأهلية والارتداد للولاءات الطائفية كبديل عن الهوية الوطنية
هو بالفعل المسؤول الأكبر عن أخطر ظواهر عالمنا المعاصر مثل النزاعات المسلحة والتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة والتجارة غير المشروعة في السلاح والمخدرات. إذن الرئيس أعزى يعني هذا الملمح إلى كثير من السلبيات موطن الداء حتى نعالج المرض لا العرض. أخذ تعقيب دكتور سعد على هذه الجزئية وإلى أي مدى يمكن أن نربطها بالتوجه من قبل القيادة المصرية إلى استعادة الدولة الوطنية سواء فيما يخص مصر أو ربما تجارب دول أخرى، خاصة وإن ربما كان في مقاربة أيضا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول هذا المفهوم وإن كان يعني بتعاطي وخصوصية مختلفة عما تفضل به السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. أهلا بحضرتك من جديد يا دكتور. أهلا بك. أهلا بك كريم. أنا بحييك الأول على ما اللي قلتيه خاصة آخر جملتين. هو بالفعل الرئيس اتكلم على الدولة الوطنية وضرورة الحفاظ على الدولة الوطنية وإن الصراعات اللي موجودة النهاردة هي اللي فككت أو قللت الأمل في استمرار الدول على الدولة الوطنية اللي هي حدودها الجغرافية محافظة عليها، الوئام الاجتماعي موجود، الكلام ده ما عادش موجود في كتير من المنطقة بالذات اللي احنا فيها. يعني شوف اللي حصل في السودان وضاع جزء كبير من السودان، اللي بيحصل في ليبيا، اللي بيحصل في سوريا، اللي بيحصل في اليمن. الكلام ده معناها ايه؟ معناها ان الصراعات سواء كانت طائفية او اثنية او عرقية وفي الغالب لم تعد، هو صحيح الادوات الداخلية واللي جوه دي عبارة عن نهايات طرفية لاخر بيدير هذه العملية. الرئيس لما بيتكلم كان عن ضرورة ان جزء من الاهداف الاساسية اللي قامت عليها الامم المتحدة والدور اللي يجب انها تستمر عليها والحفاظ على وطنية الدولة، على وحدة الدولة، اللي هو عكس ما بيحصل النهاردة. لكن الرئيس الامريكي لو خدنا بالنا في الكلمة اللي قالها قبليها الصبح كان بيتكلم على الدولة الوطنية ويقصد امريكا مش اي حاجة تانية، لان اكتر دولة ضيعت الدول الوطنية هي امريكا. الغرب بإدارته واستثماره للإرهاب هو بيفتت الدول الوطنية في منطقة الشرق الأوسط، وده مش سر، ده معلوم. فلما يتكلم الرئيس الأمريكي على أن أمريكا أولا وأخيرا وكل تحذيراته للعالم سواء التحذيرات اللي نتج عنها أثر زي خروجه من 5+1، خروجه من الأونروا، خروجه من المحكمة الجنائية الدولية ومش معترف بيها، امبارح بيتكلم بشكل واضح انا مش معترف بيها، اتفاق النووي الغربي مع ايران، التجارة الدولية. الحقيقة هو ده، لانه في كلامه عن الدولة الوطنية بعاوز يقول ان الدولة الوطنية الاقوى والاكبر هي امريكا وامريكا اولا. هنا احنا لازم نربط الكلام ده بمغزى اكبر شوية، لكن هو ربما ترامب لا تسعفه ثقافته إن كان مثقف إنه بيستدعي حاجة من التاريخ شبيهة بدي. لا، أول مرة حد اتكلم عن الدولة الوطنية كان في، إحنا عارفين كان في صراع في وسط أوروبا قعد 30 سنة، حرب مات فيها ملايين الحقيقة، امتدت من 1816 ل 1846، انتهت بصلح في ويست فاليا في ألمانيا، قرية في ألمانيا. أول مرة يتفقوا ان يبقى في دوله وطنيه، في حدود، وكل دوله لها حدودها الوطنيه وجغرافيتها يعني، وتلتزم بعدم التعدي على حدود الاخر، الدوله الاخرى، وان لازم يبقى في قوه كبرى موجوده بتحفظ الكلام ده وتضمن الكلام ده. الجزء ده بياخده بيقتطعه او بيقتطع منه الجزء الاخير ترامب في ان هو بيحافظ على دولته هو الوطنيه، بيختزره لمصلحه الولايات المتحده، لمصلحته، على الرغم ان الامم المتحده قامت اصلا علشان كده، عشان تحافظ على الدوله الوطنيه. كل دوله لازم يبقى لها حدودها ولها ملامحها. وحتى الرئيس اتكلم في ان ليه احنا من الاسس اللي قامت عليها الامم المتحده المعايير القانونيه والقيم الاخلاقيه والسلم، النزاعات كلها تحل بالسلم. ليه بقينا بشكل تاني؟ لان احنا مش بنحافظ على الدوله الوطنيه. ترامب عاوز يحافظ على الدولة الأمريكية كدولة وطنية، لكن لا يلزمه كثيرا أن يتوقف عند أو يتسبب في تفتيت دول وطنية أخرى. ده كان الفرق بين الاثنين. ومن نفس المنطلق، مصر دوما في طليات الدول الداعمة للحل السياسي في كثير من الملفات العربية، لعل أبرزها اليمن وسوريا. مصر دولة محترمة ودولة كبيرة. وأنا فاكر كويس أوي لما الرئيس في مرة من الخطابات اللي اتكلم فيها وقال
أعتقد أنه كان في شرم الشيخ، قال مصر لا تتآمر، لا تآمرت ولا تتآمر. مصر ما لهاش في التآمر، مصر لم تتدخل مرة في نزاع مسلح كطرف من الأطراف. بالعكس، لما إحدى الدول الشقيقة دعتك للتدخل مرتين، مرة في سوريا ومرة في ليبيا، أنت اعتذرتي. الشؤون الداخلية للدول الصديقة خط أحمر، لا تتجاوز مصر تدخلي أبدا. تقدري تدخلي في صلح سلمي زي ما بتعملي دلوقتي. مصر لم تنقطع على فكرة عن قضايا الأمة، سواء القضية الفلسطينية أو حتى العراق أو سوريا أو اليمن أو ليبيا. مصر طرف وبتلعب بهدوء شديد. احنا عارفين حتى في سوريا في منصة القاهرة، مصر بتنسق بشكل جيد جدا مع الأطراف في سوريا وبتسعى، وفي اليمن وفي ليبيا، فأنت ما انقطعتيش. لكن مصر لا تدخل فيه، بالعكس اللي زي ما الرئيس قال والكلام ده حقيقة، أنت رقم 7 في العالم في ترتيب الدول اللي بتشارك في حفظ السلام، قوة حفظ السلام في العالم أنت رقم 7 في العالم، رغم أن في 200 دولة غيرك كنت رقم 7. فمصر لها التوجه دائما سلمي طول عمرها. مصر الحقيقة هذا مع كل الحكام مصر على مدار التاريخ، مصر هتلاقيها دائما تنزع للسلم مش للشر ولا للحروب. دايما في تعويل على العلاقات الاستراتيجيه بمصر والولايات المتحده، وطبعا تابعنا القمه اللي جمعت الرئيس السيسي والرئيس الامريكي دونالد ترامب. التعويلات بتكون على اساس الافاق الارحب للعلاقات بين البلدين، انها مش بس تستثمر لخدمه العلاقات الثنائيه لكن تقارب الرؤى تجاه المواقف الخاصه بالتداعيات اللي حاصله في اكثر من ملف عربي وشرق اوسطي. لكن في ذات الوقت يعني بنصطدم بحوائط صد، يعني دكتور سعد، القضية الفلسطينية والملف الفلسطيني، مصر موقفها ثابت مشرف دوما حاضنة لحوار الفصائل الفلسطينية، الحلم الأكبر دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشريف. لكن في ذات الوقت يعني الولايات المتحدة بقرار تصعيدي مثل قرارها ربما الأخير بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، أعاد الأمور إلى سابق عهدها بالتأكيد في الوقت اللي فيه أيضا على هذه الخلفية استبعاد فلسطيني لأن تكون الولايات المتحدة طرف في أي مفاوضات أو وساطات مستقبلية للمفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. شوف هولك، هو ترامب قال بشكل واضح امبارح، قال عملت اللي حدش رئيس أمريكا قبل عمله. جزء من الحكاية اللي قصده إن هو في عندك قرار أو قانون صدر من الكونغرس من سنة 95 لم يفعله إلى اللي هو الصدمة الكبيرة زي ما بنتكلم على موضوع القدس. وبعدين مش لأن احنا في مرحلة أمريكا تستطيع أنها تعمل كل شيء وبس، لا، أنت في مرحلة، أنت كمنطقة عربية في أضعف المراحل والفلسطينيين في أضعف مراحلهم الحقيقة. فأنت مش لأنه هو لقى البيئة المناسبة أن ياخد القرار ده، وإلا ما كانش خد القرار. بس في حاجة مهمة نلفت النظر ليها، من حوالي شهرين كوشنر اللي هو المستشار للرئيس ترامب اتكلم في موضوع صفقة القرن، نزل عمل زيارة لمصر وللأردن والإسرائيل، واتكلموا في ان احنا بعديها لما لقوا مصر بالذات وفلسطين رفضوا صفقة القرن اتكلموا، متحدثة باسم البيت الأبيض قالت ان احنا هننفذ قريبا رغم رفض بعض الدول. واضح ان بعد زيارة قاعدة الرئيس امبارح اجتماعه بترامب، في النهاردة ترامب عمل تصريح مهم للغاية، لانه كان لغاية من اسبوعين كان بيقول لك هننفذ صفقة القرن. واضح ان حصل في حوار عقلاني، ولان مهم ان يقعد مع الرئيس مش ممثل بس مصر، لا، الرئيس النهاردة الامريكي قال ان انا هطرح مبادرة جديدة للسلام في المنطقة خلال من شهرين لثلاث شهور. ده معناه تراجع كبير عن الضغط اللي عملوه الفترة اللي فاتت، بقولك لدرجة ان المتحدثة قالت امريكا سوف تنفذ صفقة القرن بصرف النظر عن الدول الرافضة، والرافضة كانت مصر وكانت فلسطين الفلسطينيين. يعني معنى كده ان النهاردة انك انت جزء من اثر الاجتماع بينك وبين ترامب النتيجة دي. الحاجة التانية بتتكلم على العلاقات الاستراتيجية المصرية الامريكية. هو شوفي، احنا بدأنا من بعد 30/6/2 مع الروس، لان انت في نهاية ترامب نهاية اوباما بداية ترامب، امريكان الحقيقة كانت علاقتهم بيك ليست جيدة، وكانوا بيحاولوا يضغطوا عليك بكل السبل، منها المعونة الاقتصادية والمعونة العسكرية، ووقفوا حتى صيانة الاباتشي العشرة. في حصل الحقيقة
نوع من الضغط عليك لتقبلي حاجة معينة وانت ما كنتش بتقبلي. انت لا تستطيع انك تقفلي مع الامريكان ولا تستطيع انك تنفتحي على الجانب الاخر بشكل، لكن انت بتعودي هندسة علاقاتك الخارجية. وده الحقيقة صحيح. انا بيعجبني في المرحلة دي ان عندك رئيس فاهم وعنده رؤية جيدة وباله طويل او صابر رغم اللي زي ما بتقولي المطبات او حوائط الصد الكتيرة اللي بتقابله، وعنده الحقيقة وزير خارجية قوي وشغل كويس وفاهمين ايه الدور وفي انفتاحات وتوازنات في العلاقات الدولية ملموسة في الفترة صحيح. الأخيرة. وعلى صعيد العلاقات المصرية الأمريكية في سمة ندية كانت غائبة لسنوات ابتدت تبقى حاضرة بقوة في العلاقات بين الجانبين. وعي من علمك الحكمة يا ثعلب؟ قال له رأس الذئب الطائر عن جسده. الراجل ده قاري تاريخ، لو مش قاري تاريخ كان دخل مع الأشقاء في سوريا وكنا تورطنا في اليمن للمرة الثانية، لكن لأنه قاري تاريخ كويس وعارف أن حدود الأمن القومي المصري لغاية فين واشتغل فيها إزاي. جزء من الحكاية أنك مدرك تماما أن علاقتك بالأمريكان بالغرب كله مش الأمريكان، خدي بالك العلاقة مع الشرق مختلفة في ثقافتها عن العلاقة مع الغرب. أنا عايز أرجع العلاقة مع الأمريكان تاني، لكن نعم. طبعا بما أن دكتور سعد الصحافة هي مرآة كثير من الأحداث طبعا. سواء بالمتابعة أو التحليل ليها فيما يتعلق بالرؤى المصرية إزاء قضايا المنطقة وبالتأكيد على رأسها القضية الفلسطينية، ما يميز الموقف المصري أنه هو ثابت غير متأرجح، لأن في النهاية يعني مصر بتكون نبع من المصلحة العليا للوطن وليس لزوايا ضيقة للمصالح الشخصية. وربما كانت هذه ترجمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمفهوم الدولة الوطنية زي ما حضرتك تفضلت. في صحيفة الأخبار لكاتب محمد بركات في عموده تحت عنوان المشهد في نيويورك أكد أن المتابع للقاءات اللي أجراها رئيس سيسي بقادة دول العالم في نيويورك بتصب جماعها في خدمة وتحقيق هذه المصالح المشتركة بمصر وتلك الدول، وأشار إلى أن سوريا وليبيا في مقدمة هذه القضايا فضلا عن السعي لتحقيق السلام في المنطقة العربية وإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. يعني حديثا عن التحديات العربية دكتور سعد، في تأكيد دوما على دعم الحل السياسي في الملفات العربية وإشارة على وجه التحديد لسوريا واليمن، كيف تقيم الموقف المصري في هذا الأمر؟ هو الإشارة الحقيقة لسوريا واليمن والليبيا طبعا. أنت عندك سوريا تقليديا هي حدود الأمن القومي المصري من ناحية الشرقية، والكلام ده بالتاريخ برضه هنرجع نلاقي أن قبل الميلاد كان في عندنا معركة قادش لو احنا فاكرينها. قادش دي رمسيس الثاني لما راح يحارب في على الحدود مع الحيسيين، كانت وحدود الشام مع الحيثيين اللي هم جدود الأتراك يعني. ليه؟ لأنه كان مدرك أن مصر مش أمنها القومي بيتوقف عند حدودها الجغرافية أو أبعد بكتير. فأنت عندك إدراك بحكم التاريخ وبحكم العلاقة أن سوريا مهمة جدا بالنسبة لك. بالنسبة لليبيا، ليبيا مش جارة ولا شقيقة وبس، لا ده مهم جدا أنك تأميني الاتجاه الغربي الاتجاه الاستراتيجي الغربي مع ليبيا. فانت عندك وعي في ادارتك لهذين الملفين سواء كانت سوريا او ليبيا. بالنسبه لليمن ده هو المستجد طبعا. احنا عارفين مش بنخشش في ملابسات كتير ان المشكله في اليمن مش اليمن وبس، مشكله اليمن ممتده لمنطقه استراتيجيه مهمه جدا بالنسبه لي وهو موضوع المدخل البحر الاحمر. طول عمره البحر الاحمر بحيره مصريه وجزء مهم جدا من أمنك القومي. لما بتحصل هذه الحروب أو هذه الصراعات اللي احنا شفناها واقتراب إيران من باب المندب والبحر الأحمر والمنطقة دي كانت طول عمرها اللي هو من البحر الأحمر جنوب البحر الأحمر لمدخل الخليج العربي، المنطقة دي طول عمرها رخوة عسكريا. النهاردة الحقيقة بقت من أهم النقاط الساخنة أو أماكن الصراع لدرجة أن بقى فيها أمريكان، بقى فيها بريطانيين، بقى فيها إيران بكثافة. فالمنطقة دي بقت منطقة صعبة. أنت النهاردة طالما أنك بتتكلمي على الملفات الأهم بالنسبة لك لأمنك القومي فدي جزء كبير من ملفات المهمة. ومع هذا ملف الأم أنت مش نسيتيه، ملف وأكتر حد اتكلم لدلوقتي في الملف الفلسطيني
هو الرئيس الحقيقة. واضح ان بقول لحضرتك ان حصل ترتيبات مع الإدارة الأمريكية على إعادة طرح مرة تانية الملف بشكل مختلف عن اللي كان مطروح بيه. بالتأكيد الأمن القومي المصري لا تنظر إليه القيادة المصرية بمنأى عن الأمن القومي العربي. نعم. وده بيكون أولوية قصوى بتحرص عليها سواء مصر أو الدول الشقيقة والصديقة الأخرى. نعم. اللي مصر تتفاوض معاها في هذا الإطار. والجهود التنموية اللي بتحصل في مصر في الفترة الأخيرة، الاهتمام الكبير اللي بيوليه السيد الرئيس واللي بدأنا نتلمس ثماره في مجالي التعليم والصحة على سبيل المثال، اللي خاضته مصر نعم. لحد الوقت في الحرب ضد الإرهاب سواء على نعم. الصعيد الأمني أو نعم. أيضا على الصعيد التنموي والاستثمار نعم. في الشباب وغيره نعم. وغيره. أكيد ده كمان يا دكتور سعد بيلقي بظلاله إزاي في أذن صاغية كبيرة جدا من المجتمع الغربي ممثل في الحاضرين نعم. لهذا المنتدى لما نعم. يقوله السيد الرئيس عبد نعم. الفتاح السيسي في متابعة نعم. جريدة الجمهورية، يعني تأكيد على ما يبذل أيضا في مصر وعلى هذا التوجه المصري والتوازن المصري في العلاقات الدولية. بيأكد في مقال أستاذ أحمد الشامي أن مصر ستظل ترتدي تاج الشرق الأوسط باعتدالها ودورها في خدمة قضايا السلام والتنمية ومكافحة الإرهاب في المنطقة. بالتأكيد الإرهاب من الشرارات اللي بتطلقه هي النعرات الطائفية، وأيضا الرئيس يعني أشار إلى ما تنطوي إليه هذه الظاهرة الخطيرة من يعني أشواك ربما ممكن نجنيها لو لم تحتوى بالشكل الواجب، وأنها يعني فكرة أن البعض ينظر إليها هذه التحولات الطائفية كبديل للهوية الوطنية، ده ليه تأثير على المنطقة. وأحد معالم هذا التحول وفق ما أكد رئيس السيسي هو ما شهدناه من ما يصطلح عليه الربيع العربي. الكلام الكبير اللي انت بتقوليه ده خلاصته ان الإرهاب مش بس مجرد ان هو بيترك أشواك، ده جزء من أدوات إزابة الحدود الوطنية أو الدولة الوطنية، لأنه هو صراع في الأساس، وصراع تدور دول اخرى وبتدعمه دول، ما هوش مجرد ان هي تنظيمات مسلحه زي ما بيقال، لا، دول دي ادوات المقصود بيها انهاء الدوله الوطنيه. ومصر الحقيقه عملت شغل كويس جدا، والرئيس قال ان احنا وصلنا لمرحله جيده، وحياها الرئيس الامريكي الحقيقه، والرئيس الامريكي بشكل واضح قال لك ان مصر من الدول الطليعه في محاربه الارهاب. لكن في المتمم، وده كان واضح جدا طبعا في اجتماعات السيد الرئيس، ان التنميه مهمه جدا، هي الوجه الاخر او المكمل او المانع في مرحله من المراحل للارهاب. انت بتشتغل كويس جدا، اللي انت عملتيه في مصر الارهاب في الخمس سنين اللي فاتوا، وانا دايما بقول الكلمه دي ومش هسكت عنها، انك انت في مصر الحقيقه لم تنتقل النقله الحضاريه الكامله من ايام الخديوي واسماعيل الا في الخمس سنوات الماضيه، ودي مش مبالغه ولا حاجه. احنا نرجع لتاريخ مصر من 1805 من ايام محمد علي، كل من محمد علي لغايه المجلس العسكري الناس دي كلها اشتغلت الحقيقه، بما فيهم عبد الناصر الله يرحمه، السادات، مبارك، الناس كلها اشتغلت. لكن عشان تقولي ان احنا حققنا نقله حضاريه زي دلوقتي من ايام الخديوي واسماعيل، دي الاول مره، والعالم عارف الكلام ده. وانت الحقيقه وانت رايحه انت معاكي اللي انت حققتيه واضح، يعني ما فيش حاجه مستخبيه. كنت اتمنى طبعا ان احنا اعلامنا الموجه بلغات هيئه استعلاماتنا سفاراتنا تسوق بشكل افضل حقيقه، لان ده اللي برضه قايم بيه السيد الرئيس، زي ما بيشتغل جوه بيشتغل بره. يعني ما تبص على لقاءاته كلها عمليه تسويق لمصر، احنا المفروض نشيل حمل شويه ونسبقه ونعرض. لكن في كل الاحوال انت الفرق بين النهارده ومن خمس سنين، من خمس سنين لما الرئيس راح وعد فقط بان هو بيدي هديه من ام العالم او من ام الدنيا للعالم، وهي قناه السويس ونفس. لكن النهارده انت مش بس مشروع قناه السويس، انت عملتي محور، عملتي حاجات كتير الحقيقه، حاجات كتير جدا لك انك تفخري بيها. وبصي على الاجتماع، ارجو ان يبقى الناس تبص على الكلمات اللي قالها رؤساء مجالس اداره الشركات الكبرى في اجتماعهم مع السيد الرئيس بالامس. كل واحد قال كلمه، احنا هنضيع اعاده ليها بعد قليل الحقيقه. كل انواع الشركات، يعني اللي ادويه، اللي كذا اللي كذا، اللي سيارات، اللي طيارات، الحقيقه الكل اجمع على ان احنا الان استثماراتنا متناميه في مصر، عندنا قناعه
بان في الخمس سنوات اللي اتعمل احنا ما شفناهوش في دوله تانية، لدرجه ان حد من الناس قال ان انا في تقديري وهي شركه من الشركات الكبيره بيقول ان دي اكبر تاني دوله لنا استثمارات فيها في العالم وبقناعه. الكلام ده معناه ايه؟ معناه ان انت برضو كدوله، مش الرئيس لوحده، دوله انت عندك وعي بان جزء من محاربه الارهاب جزء من الحفاظ على الوطنيه الهويه الوطنيه انك انت تهتمي بحاجتين. الجزء الاقتصادي ان شاء الله في كويس قوي، لكن انت عندك التعليم والصحه طبعا. انت بنيتي كويس، لكن انت محتاجه جيل جديد يقدر يشتغل بمعطيات جديده تلائم العصر وبادوات جديده. عشان كده المدن الجديده كلها مدن تكنولوجيه، مدن ذكيه. الجماعه الموظفين اللي قدام مش هي، انا رايي او انا شايف ان الدوله المفروض انها تعمل برامج تدريبيه لموظفين جدد يتنقلوا على الحكومه الجديده في 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 العاصمه الجديده. مش هنقدر ننقل الناس طبعا. اللي هي والحقيقه الاجيال الجديده يا دكتور سعد لما العنصر الكيفي يتطور فيها ايجابا، ده هيكون مؤشر على ان الدوله نفسها تخطو خطوات وثقه وسريعه نحو الامام. لان احنا بنتكلم من ضمن الحاجات اللي بتخلي في عدم توفيق في معالجه الصراعات اللي موجوده حاليا حاجتين. في جزئيه متعلقه بان توازنات القوة للاسف بتكون حاكمه في احوال كتيره جدا، ودي مساله ممكن هتتغير بعد كده بالشراكات غير التقليديه وبالاقتصادات البازغه اللي بنشوفها، وان شاء الله مصر تنهل يعني من هذا المنوال. وفي حاجه تانية شدد عليها ايضا الرئيس السيسي في كلماته امام قمه نيلسون مانديلا، ان لازم ايدي التطوير تمتد الى الاليات وهيكل المنظمه الامميه في التعاطي مع التحديات الحاليه. ويمكن ده كمان يعني حاجه عبرت عنها صحيفه الوطن لما اشارت الى تاكيد السيد الرئيس في كلماته امام الجمعيه العامه انه يجب بناء منظومه عالميه لمكافحه الارهاب ومواجهه مموليه، وانه لا مجال لحلول جزئيه في سوريا وليبيا واليمن وفي غيرها. واكد الرئيس ايضا امام المنظمه الامميه ان يد العرب لا تزال ممدوده بالسلام لحل القضيه الفلسطينيه، وان النظام الدولي عجز عن ايجاد الحل العادل المستند الى الشرعيه الدوليه وقرارات الامم المتحده، مع وضع في الاعتبار ان ربما نجح في تعطيات اخرى للمنظمه الامميه في معالجة قضايا أخرى لا تدخل فيها الأيادي العبثة يعني، أو الأيادي اللي بتستثمر ما تحظى به من يعني سيطرة أحادية ربما على مستوى العالم. بصي عشان كلامنا مش نظري، احنا لازم يبقى عندنا قناعة بأن ما يحدث في المنطقة مقصود. مسألة أن الناس بتتكلم على أن المصريين دايما أو العرب بيتكلموا على نظرية المؤامرة، لا، هناك مؤامرة، والمؤامرة القديمة مش جديدة، هي متجددة. ان في دول بتصنع الارهاب، في دول بتصنع الارهاب صناعه، وهذه التنظيمات بامهم، ام هذه التنظيمات هي جماعه الاخوان الارهابيه، واللي عملها البريطانيين، واللاعب الكبير في هذه المنطقه هي بريطانيا. ويجب ايضا ان يبقى عندنا قناعه بان هناك دول بتستفيد من الارهاب، في دول الصناعات المتوسطه، السلاح المتوسطه والخفيفه فيها وصلت الى مليارات مبيعاتها خلال الاربع او الخمس سنين اللي فاتت نتيجه هذا الارهاب. انت ما عند... احنا بتشوفي اللي بيحصل في سوريا، ده بينطبق على ايران فعلا؟ لا، ايران واسرائيل وامريكا كل الدول دي بتشتغل، خدي بالك. في دول وظيفيه يعني بتستفيد، زي تركيا، زي ايران، زي اسرائيل، زي قطر، دي دول اما مموله او داعمه او مستفيده. انا ليه بسلط الضوء على ايران على وجه التحديد؟ مش عشان هي الوحيده، لان في بالتاكيد دول اخرى ضالعه واطراف اخرى في دعم الارهاب وفي التدخل في شؤون الداخليه للدول وما الى ذلك، لكن فكره ان الرئيس الامريكي دونالد ترامب واضح للعيان ان هو بيسعى حثيثا ان هو يحشد الحلفاء ضد طهران من خلال فعاليات الجمعيه العامه للامم المتحده. اتمنى في هذا الكلام، يعني بمعنى ايه؟ بمعنى هو ربما حق باطل أريد به حق، أو حق أريد به باطل. إيران دولة جارة لدول الخليج، دولة تعدت ومش من النهاردة، ده من زمان بالمناسبة برضو عشان التاريخ وعشان الناس اللي مش عارفة. احنا شفنا في حصل في عرض عسكري في إيران من كم يوم، حصل في عملية بيسموها عملية إرهابية، مش إرهابية ولا حاجة عشان بس الناس تعرف. أول منطقة احتلتها إيران في المنطقة هنا عندنا مش جزر الامارات ولا لا لا لا، سنه 25 المنطقه اللي حصل فيها المشكله في ايران الاسبوع اللي فات دي اسمها الاحواز. الاحواز دي مملكه عربيه سلمها الانجليز لرضا بهلاوي سنه 25، فاعدم ملكها اللي هو خزعل الكعبي
وضمها، وهي لوحدها فيها 90% من بترول إيران وفيها 60% من المحاصيل الزراعية، ونهرين أحدهما أحد أنهار الجنة نهر الريان، عشان بس الناس تعرف إيه اللي بيحصل. فالعلاقة مع إيران، علاقة إيران بالمنطقة من بقى خاصة بعد 79 بعد الثورة الإسلامية، العلاقة ليست جيدة. إيران عندها مشكلة كبيرة مع دول الخليج، لكن تدار هذه الأزمة عن بعض من الأمريكان وغير الأمريكان لمصالحهم. يعني النهاردة السياسة بتنفصل عن الاقتصاد كثيرا، بس انت عندك النهاردة لما ترامب ينزل الخليج وياخد 600 مليار مثلا سبيل المثال، لان هو بيضمن امبارح قال بشكل واضح جدا في الكلمة بتاعته، قال اللي عاوزنا نحميه لازم يدفع، ما عادش حماية ببلاش، والكلام ده موجه طبعا للأشقاء في الخليج. فيجب ان احنا ننظر بوعي للعلاقة الأمريكية الإيرانية. وأنا قلت كتير قبل كده رهان، من 10 سنين مش من النهاردة، قبل ما يصطفوا في أيام 5+1 قبلها، قلت كتير 10 سنين، قلت من يظن أن هناك علاقة أو هناك صراع بين إسرائيل وإيران أو بين أمريكا وإيران فهو واهم، لأن المصلحة الاستراتيجية واحدة. ولغاية النهاردة، ولذلك في لحظة معينة اصطف الأمريكان والأوروبيين مع إيران وخدوا الثمن من العرب. فاحنا يجب ان ننتبه. صحيح ايران عامله مشاكل في المنطقه، لكن اللي يجب ان ننتبه ان امريكا تدير هذا الملف على حسابنا. الدور المصري دوما تجاه الاشقاء، خاصه من هم في ازمه، منزه عن اي اهداف خاصه. ده اللي بتاكد عليه ايضا صحيفه الاهرام اللي القت الضوء في سياق متابعتها وتحليلها على رؤيه مصر بصفه عامه تجاه قضايا المنطقه، وخاصه بالذكر التعاطي مع سوريا بالتاكيد، والدعم للحل السياسي والوقفه الحازمه تجاه تفاقم الصراعات الطائفيه. والمبدا نفسه ينطبق على السياسة المصرية تجاه ليبيا التي تطلع مصر فيها بدور مركزي لدعم إعادة بناء الدولة. بالنسبة للقضية الفلسطينية فلا مجال لإضاعة الوقت، والمطلوب توافر الإرادة السياسية لاستئناف المفاوضات. توافر الإرادة السياسية، نعم. جملة أيضا تكررت كثيرا على لسان السيد الرئيس، نعم. وفي هذه المناسبة تحديدا رئيس السيسي قال يعني بشكل تساؤلي، هل تتوافر الإرادة السياسية لحل القضية الفلسطينية؟ نحن لا نتحدث عن موقف مصر، الإرادة السياسية متوفرة بوفرة، نعم. لكن الفكرة عن الإرادات الأخرى، ومش بمنقع عن الإرادة السياسية لحل ما يجري في فلسطين، الإرادة السياسية لمواجهة الإرهاب، لأن نعم. عدم حل القضية الفلسطينية حتى هذه اللحظة، مش عارف حضرتك تتفق ولا لا، هو الذي أطلق العنان للإرهاب بالشكل اللي هو ده كلام مظبوط. لو في إرادة على الأقل كان العالم عقد مؤتمر عن الإرهاب، كان عرف مصطلح الإرهاب. لكن بكل أسف أنا زي ما بقولك، الإرهاب له ناس بتصنعه وناس بتديره وتستثمره، دول مش دول قليله، نعم. لكن بالنسبه للإرادة السياسيه واضح ان بعد باك الثاني، لان الرئيس الامريكي بنفسه قال ان انا هعمل خط السلام خلال شهرين او ثلاثه. وبالمناسبه برضو في تصريح له كمل الكلام ده، قال على اسرائيل وهي الطرف الاخر ان تبحث عما تقدمه للطرف الاخر. اول مره الرئيس ترامب يقول الكلام ده النهارده. يعني معنى كده ايه؟ أن ربما تكون هناك إرادة لإنهاء الملف الفلسطيني، ولو أن أنت لن تتمكن من حل الملف الفلسطيني إلا بترتيب البيت الفلسطيني أولا. الفلسطينيين محتاجين الحقيقة أن البيت يترتب للآن. مصر عملت مجهودات مضنية، وكأن الموضوع عندنا مش عندهم. أتمنى أن هم يبقى في جيل من القيادات عنده وعي، جيل الداخل، جيل قيادات الداخل يبقى عنده وعي بأن القضية تذوب إذابة كاملة الآن. دي حاجة مهمة جدا يا دكتور سعد. إن لم نتمكن من أن احنا نلحق، لأن مين النهاردة اللي واقف مع الفلسطينيين؟ مفيش إلا مصر. بص على اللي حوالي الزخم العربي اللي كان موجود، ما عادش، بالعكس ده في بعض الدول قفزت الآن من المركب العربي وبقت في إسرائيل. قطر بقت في إسرائيل، بعض الدول العربية بقت في إسرائيل. ده هيصطف مع مين؟ وبعدين امبارح بيعلن بالمناسبة عن القوة مشتركة من دول الخليج ومصر والأردن. طب احنا الكلام ده، وانا الحقيقة مش عارف لسه مفيش تصريحات مصرية عن حوالين الموضوع ده، لكن انت هتعمليها النهاردة، هتعمليها عشان ايه؟ عشان تحاربي ايران، ولا تحاربي اسرائيل، ولا تحرري فلسطين، ولا تنهي قضاياك الاقليمية؟ اتمنى ان احنا
بالنسبة لملفاتنا العرب يفيق وينتبهوا إلى أن بذوبان الحد الأدنى للأمن القوم العربي والقوى العربية المشتركة إحنا داخلين في مشكلة. حتى لو توفرت الإرادة عند الآخر عشان يحل فيحل بشرعية الأمر الواقع. يعني إيه؟ بالمتاح اللي عندك. الوعي لينا كعرب يا دكتور سعد وتحمل المسؤولية بالنسبة للغرب. الغرب يجب أن يتحمل مسؤولياته سواء في مواجهة الإرهاب، سواء في مواجهة التحديات المناخية. يعني لما في الوقت الدول الصناعية الكبرى هي المسؤول الأكبر عن هذه التحديات المناخية، نشوف مثلا انسحاب للولايات المتحدة من اتفاق باريس. يعني في كثير الحقيقة من المواطن التي تتطلب أن نتوقف عندها كثيرا. لكن يعني الحمد لله قدرنا النهاردة الوقت تسنى لقراءة كثير من المحاور المهمة على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. بشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور سعد الزنط مدير مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية وأخلاقيات الاتصال. شرفتنا يا دكتور، سعداء بوجودك معنا. ونبقى معكم مشاهدينا الكرام في متابعتنا الحدث الأبرز المتمثل في استمرار أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نسختها 73 بنيويورك، وتتواصل متابعتنا. كونوا معنا على شاشة قناة نيل للأخبار. إلى اللقاء.